want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. دونالد ترامب يعود إلى البيت الأبيض ويصبح الرئيس 47 للولايات المتحدة بعد حصوله حتى الآن على 277 من أصوات الناخبين الكبار، محققا بذلك عودة استثنائية إلى السلطة. معنا من واشنطن مراسلتنا إكرام بن عائشة. أهلا بك إكرام. مرحبا إبراهيم. إذن تجاوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب عتبة 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي الضرورية للفوز، محققا بذلك انتصارا كبيرا على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس ليعود من جديد إلى البيت الأبيض. إكرام. نعم، تشهد الولايات المتحدة لحظة تاريخية بالفعل مع إعلان فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية لهذه السنة بعد حصوله كما ذكرت إبراهيم على 277 صوتا في المجمع الانتخابي، متجاوزا الحد الأدنى المطلوب للفوز والمحدد ب 270 صوتا. هذا الفوز الذي يعيد ترامب إلى البيت الأبيض بعد غياب دام 4 سنوات في سباق انتخابي يعد من أكثر السباقات الانتخابية إثارة وتنافسا في تاريخ البلاد. هذا الفوز يمثل أيضا لحظة فارقة في المشهد السياسي الأمريكي، إذ أظهر ترامب قوة قاعدته الانتخابية وتماسك أنصاره في مواجهة مجموعة من التحديات. من المعروف أن ترامب ركز خلال حملته الانتخابية والتي أدت إلى فوزه بهذه الانتخابات الرئاسية على قضايا الاقتصاد وأمن الحدود، بالإضافة إلى تعهده بإعادة توجيه السياسات الداخلية والخارجية لخدمة المصالح الأمريكية. ترامب نجح في استمالة عدد كبير من الناخبين في الولايات المتأرجحة والتي شكلت كما ذكرنا من قبل حجر الأساس لانتصاره، بما في ذلك ولاية بنسلفانيا بنسبة 50.8%، جورجيا نفس النسبة عفوا، وميشيغان التي يتفوق فيها ترامب بنسبة 50.1%. نجاح ترامب خاصة في ولايتي بنسلفانيا وميشيغان هو بمثابة نقطة تحول رئيسية في هذه الانتخابات، وذلك كما ذكرت لتركيز حملته على القضايا التي تعكس اهتمامات الناخبين الأمريكيين في هذه المناطق، خاصة ما يتعلق بفرص العمل وخفض الضرائب وتعزيز الأمن الداخلي. بنسلفانيا هذه الولاية التي تعتبر مقياسا للرأي العام الأمريكي، تمكن ترامب من جذب أصوات الطبقة العاملة هناك عبر خطاباته التي ركزت على تنشيط الصناعة المحلية وحماية الاقتصاد الأمريكي. طبعا دونالد ترامب فاز بولاية فلوريدا والتي تعتبر من أهم الولايات وتعد نتائجها مؤشرا على مسار الانتخابات. فاز أيضا بأوهايو وتكساس والعديد من الولايات المتأرجحة والتي شكلت نقاط قوة لترامب وأعطته دفعة كبيرة في السباق الانتخابي. كما ذكرت إبراهيم، ترامب شكر ناخبي الولايات المتأرجحة وقال في خطاب للنصر أنه سيعيد بناء أمريكا وجعلها عظيمة من جديد، وهو شعاره Make America Great Again، وقال أن صوت الشعب الأمريكي اليوم هو يصب في صالح مستقبل مزدهر وآمن بالولايات المتحدة الأمريكية. شكرا إكرام بن عائشة، كنت معنا مباشرة من واشنطن.